اليوم في هذا اللقاء أعود إليكم وأنا أحمل في نتائجنا كما تكلمنا لقد عدنا من باريس وأيدينا محملة بالغنائم التي جمعها أبطالنا الذين لم يكتفوا برفع علم الجزائر في فرنسا، فرفعوا رؤوسنا إلى السماء وعلموا العالم أن الجزائر هنا وأنها تستحق أن تكون في الصفوف الأولى. إيمان خليف، كيليان مور، جمال سجاتي، هي أسماء ستظل محفورة في تاريخنا، ليس فقط لأنها فازت بالميداليات ولكن لأنها جسدت الروح الجزائرية الحقيقية، تلك الروح التي لا تعرف الاستسلام، تتحدى الصعاب وتسعى دوما لأن تكون الأفضل. الجزائر تحصلت على المرتبة 39، كاين بعض الدول لم تدخل حتى قائمة الدول التي تحصلت على الميداليات، نتيجة مشرفة جدا. رانا في مرحلة أولى أنه نقيم المشاركة بدرجة أولى، نقيم كيف كانت هذه المهمة، أما كل اتحادات ستكون مطالبة بتقديم تقرير مفصل على المشاركة من الجانب التقني، لأن الاتحادية هي المختصة وهي اللي تقدر تقيم المشاركة تاعها أو دير يعني عرض حال فيما يخص المشاركة. راح تجي لعندنا اللجنة الأولمبية، كذلك وزارة الشباب والرياضة هي اللي بعدها راح يكون يعني تقييم، وكذلك وضع لبنة أساسية من أجل وضع استراتيجية ل 2028. اليوم لازم نعرفوا باللي كنا واعون أنه ما نقدروش نحضروا ألعاب أولمبية في 6 شهور ولا في سنة. ألعاب أولمبية تتحضر على 8 سنوات. الجيل اللي راه توهج في ألعاب أولمبية باريس أكيد راح يكون في 2028، وفيه أبطال اللي بدأنا نشوفوا فيهم نقدر نقولوا إمكانيات اللي يقدروا يقربوا من الميدالية الأولمبية ولا الميدالية العالمية. سوف تكون لهم كل إمكانيات طيلة الربع سنوات المقبلة من أجل تحقيق نتيجة أحسن من اللي كانت.